تحتفل دولة الكويت اليوم بالذكرى 61 لاستقلالها، والتي انطلقت البلاد بعدها إلى مرحلة جديدة تشكلت فيها ملامح الدولة الحديثة، واستطاعت أن تتبوأ على مر العقود الماضية مكانة مرموقة. وخلال 61 عاما مضت، حققت دولة الكويت إنجازات متميزة على الصعد كافة وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اطلعت بها، كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.